حكمت المحكمة حضوريا بجميع الأبحاث والدراسات التي تمت حديثا أن البيض بريئا من التهمة التي نسبت إليه من زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم وخطر الإصابة بأمراض القلب. رفعت الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية، رزقنا الله وإياكم العلم النافع. من المعروف حتى بالفطرة إن البيض ده مفيد جدا للجسم، الأم لازم ترغم على ابنها إنه ياكل بيض عشان سنانه عشان عظمه عشان شعره، هو بيحيي الموتى في الجسم، هو بيجدد كل شيء، هو فطرة عند الأمهات. والأبحاث بتقول إن هو غني بالفيتامينات والمعادن زي الكولاجين والسيلينيوم وفيتامين بي، وغني بمضادات الأكسدة والكاروتينات اللي هي مرتكزة في الصفار. في المتوسط بتحتوي البيضة الكبيرة على 200 ملي جرام من الكوليسترول المرتكز في صفار البيض، ولفوائده العظيمة والسعر الرخيص في بعض البلدان، لان في بعض البلدان بقى سعره هاي اكسبنسيف، الله المستعان، مش هنقدر نتكلم كتير. المهم والفوائد العظيمه والسعر الرخيص زي ما قلنا في بعض البلدان فقد يكون هو وجبه مستهلكه يوميا، ولكن في فتره ما انتشر ان البيض بيزود نسبه الكوليسترول في الجسم فهو سبب رئيسي في خطر الاصابه بامراض القلب، فهو سبب رئيسي في زياده نسبه الوفاه زي احتشاء عضله القلب او زياده الكوليسترول او الدهون الثلاثيه او غيره. واستمر الموضوع ده لسنوات لدرجه ان الجمعيات التغذويه والجمعيات الطبيه حذرت من تناول او الحد من الافراط في تناول البيض او حتى من تناول لو نسب بسيطة جدا من البيض. والموضوع ده خلى بعض الناس ما تاكلش البيض خوفا ان هم يموتوا او يصابوا بزيادة نسبة الكوليسترول او زيادة الدهون الثلاثية او غيره، مع ان ازاي يا جدع ده البيضة الواحدة فيها البيضة فيها 2 كيلو بروتين. بروتين؟ يقول لك كل بروتين والعب في الطين. ولكن حديثا تم اكتشاف ان الكلام ده مش اكيد 100%، وان العلاقه ما بين تناول البيض وخطر الاصابه بامراض القلب او احتشاء عضله القلب او الوفاه زي ما كان يعتقد الاول مش قوي، وان الحاجات دي غير دقيقه وغير قويه وغير صحيحه. وخد بقى عندك الابحاث والدراسات اللي تمت على تناول البيض وفوائد تناول البيض لدرجه ان عشان يبرئوا المنتج ده لانه متوفر في بعض الدول ورخيص فعلا في بعض الدول ووجبه اساسيه عند بعض الناس، لدرجة ان في ابحاث تمت على 200,000 شخص، وابحاث تمت على 100,000 شخص. ده تبرئة البيض يا عم الحاج، ده ممكن يعملوا على 1,000,000 شخص. فكل الدراسات دي اتأكدت ان البيض ملوش علاقة بخطر الاصابة بامراض القلب، لدرجة ان كل الدراسات اجمعت ان السبب الرئيسي في زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم اثناء تناول البيض هو تناوله مع وجبات اصلا غير صحية زي الزبادي والجبنة والاطعمة المصنعة والاطعمة المقلية زي بقى الفاست فود او غيره. فالحاجات دي كلها لو تناولناها مع البيض فبتسوي نسبة الكوليسترول في الجسم، فبتكون سبب في زيادة خطر الاصابة بامراض القلب. فالموضوع ده ان البيض بريء من موضوع زيادة الاصابة بالكوليسترول لو تناولناه شكل صحي، انما لو تمناه من اطعمه اصلا فيها نسبه زياده من الكوليسترول فاحنا ما نجيش بقى نقول ان البيض هو اللي زود نسبه الكوليسترول في الدم او كده، انت اصلا بتتناوله بشكل غير سليم، يعني باطعمه غير صحيه، فما تنسبش بقى اللوم عليه، شوف انت اكلت معاه ايه وابتدي قول هو السبب ولا لا، فلو تناولنا البيض بشكل سليم اذا هيكون امن للجسم. الحد المسموح به للشخص السليم هو تناول من 200 ل 300 ملي جرام من الكوليسترول في اليوم، يعني تقدر تقول من بالطين لثلاث بيضات في اليوم اللي هي متوسطة الحجم هيكون آمن أو هيكون مطابق لحدود نسبة الكوليسترول. فلازم توازن الغذاء بتاعك أثناء تناول البيض، يعني لو عايز تاكل بيض حاول تاكل معاه غذاء صحي أو غذاء متوازن في نسبة كوليسترول أقل مع تناول البيض ده، ويا حبذا لو يكون في وجبة الفطار، لأن أغلب الأبحاث قالت إن تناول البيض في الفطار بيكون صحي وآمن للجسم. طيب إيه الحد الآمن أو باختصار كده آكل كام بيضة في اليوم؟ يعني عشان اقول ان العدد ده امن لجسمي اكل كم بيضة في اليوم؟ ما علي اغلب الابحاث من بيضة لبيضتين في اليوم فده حد امن ومستوى امن للجسم، لان اغلب البيض اليومين دول بيضة قد كده، يعني مش اللي انت تاكل بيضة ناعم ده، هي بيضة قد كده، فمن بيضة لبيضتين في اليوم ما فيش منهم خطر. وركزت الابحاث ايضا ان من تناول 4 ل5 بيضات في الاسبوع برضو حد امن، وبما ان دلوقتي سعره ما شاء الله بقى مرتفع فيعني انت هتاكله مرة او مرتين في الاسبوع بالكتير 3 مرات، يعني في المرة بتاكل لك بيضتين فهيكون
مستوى آمن يعني بالكثير 6 بيضات في الأسبوع، فلا بأس ولا حرج من ذلك. وباختصار كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نظام الغذاء الصحي باختصار ما بيحرمكش من أي حاجة، ولكن بيديك كل شيء، ولكن بأسلوب صحي يفيد جسمك ويفيد المعادن والفيتامينات والحاجات دي اللي موجودة في جسمك. فأسأل الله يحفظنا وإياكم، أسأل الله يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. سلام.